ماذا بعد الهدنة في غزة؟ هل ستستمر الحرب أم ستتوقف؟ حسابات القيادة الإسرائيلية لما بعد الهدنة في غزة لم تتضح معالمها بعد، ولكن القيادة العسكرية في إسرائيل وعلى رأسها وزير الدفاع يوآف جالانت وقائد الأركان هيرتسي هاليفي شددت في تصريحاتها خلال الأيام الأخيرة على ضرورة استمرار الحرب بعد انتهاء الهدنة وعلى أهمية المضي قدماً في التوغل البري للقضاء على حماس المصنفة أوروبياً وأمريكياً على أنها منظمة إرهابية. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد أن الهدنة الحالية في قطاع غزة ما هي إلا توقف قصير ومؤقت ستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية. من جهتها قالت صحيفتها آرتس إن الجيش الإسرائيلي لا يشعر بحاجة ملحة لاستئناف القتال ويدعم تمديد الهدنة مقابل تحرير المزيد من المحتجزين الإسرائيليين. الموقف السياسي الإسرائيلي جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي رحب بتمديد الهدنة المؤقتة إذا كان ذلك يعني الإفراج عن 10 رهائن يومياً، لكن نتنياهو أكد أيضاً أنه في نهاية الهدنة ستكمل إسرائيل حربها للقضاء على حماس. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أيضاً قال إنه سيتم تمديد الهدنة الإنسانية الحالية في حال قررت حماس الإفراج عن مزيد من المحتجزين لديها. فهل يعود الطرفان إلى الاقتتال مجدداً بعد طي ملف الرهائن؟